رفضت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها رفضا قاطعا قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة، لأنه قرار مذل وتخريبي في آن، باعتباره يجمد الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة عند حدود معينة، كما سيؤدي بحسب الهيئة إلى فرز حاد بين الموظفين وإلى ضرب المعايير والتراتبية الوظيفية والأقدمية. إلى هيئاتها التي تدعوها للانعقاد لنقاش هذه التوصية الآتية: استنكاراً ورفضاً للزيادة المهينة والمزلة والتخريبية. ألف: تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة نهار الأربعاء الواقع في 19/10/2011. ب: تنفيذ اعتصام مركزي الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء يوم الإضراب في 19/10/2011، وذلك أمام السراي الحكومي. كما لفتت الهيئة إلى أنها الفئة الأكبر التي يلحقها الضرر من غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية لرواتب 10,000 من موظفي الدولة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، فضلا عن المتقاعدين والمتعاقدين.